وش كان يا ورقاز اسمه ابو عبد الرحمن البلخي يقزغ العلماء قديما وكان ميداني قديما سبحان الله العظيم تجمع دنسن تقستي فوت فيصل ربي تبارك وتعالى على الحكمة ارتزال الحكمة هو والنسن انا ناسي مدوك كان زدوات جرنس سي عبد الرحمن ديما كيتفجيش تبدا ديما الحمد لله تنشط ديما تقيت على خير إلا حاود ديما ماني كتسكر الناس اودي داني كيكرات تغاوسيمين يسن ولا الدلال تكرات تغاوسيمين والله العظيم بلا حي في الجيش كرات تغاوسيمين الناس اسينا إنا يسنح باللي رزقينو ولا ما نتياوي يتهناو ليهم إلا غينا ما درت حانوت اللي بيع عشرة أكير زميرة ديتا منس يبدا يتحكو المغاربة ولا الحرام يمحسن القرب دا إذا دعاك إنا تسكرت سكرنت إنا يعد غادة صاحب السحمة وراح الجنة يكسود في الرزق يكسود أي شيء يغني ميك عاودي غير تهنا عرفتني الحوان في الصفا والرزق مختلفة يقدر الراس اللي حكوتني حريفين حتى من الرواج هاكي هاكي تلقي الأمور رجل هاتي غيدي لا تروم تصا والله هاتي غير لا غا هاكي لازم كانت المحل تمنسي بدون زيت حكو اي الشراب وتسكر الوقت والو تحانوتينو 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 علمت ان رزقي لا ياخذ وكان الرزق ما تيقى ماشي مشي غير الفلوس هاتي تا الغار تلقى الرزق تروى امتكر اجار رزق لين فهم من فاتين قوت تبارك الله اتور زر يقدرك وراك يفرض بيه الفلوس واني فيك الغازن اسمعت فجات كرات فتن قدرك وراك يفرض بيه الصح واني فاكر بيه تروى بيت نديك تهنات نيت الحمد لله هادو تحدو كي رزقي غير حد دراهم هو كي قال الرزق كاين مفهوم الناس قال مفهوم يوسع اذا الرزق لك هادو لا مرات تياوي انا كنت نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رزق كيتابعك غير كديس كيتابع على جنك تيو ذاك خطا له خصو نزيد قرابني ان رزق كيتابعك غير كديس كيتابع على جنك كيغاسك السبب اعقلها وتوكل على الله عاد سكرت المسائل ترزوت بكريت رشت في المحال ذكرت ربي تسست سليع تعاملت المعامله فلكين نقيت يا فتاح يا رزاق بسم الله توكل في ربي ما شاء الله تحت صخور ريتر تقلت الدش كل الفلوس اوه وغنوا لي قال توكل وغنى خلايا ما يسكر السبب يتوكل في ربي